حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وأهم فعالياته. معنا من هناك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، هل لك أن تطلعنا على الجديد لديك في مهرجان العالم عالمين؟ نعم ريهام، برحب بك وبكل السادة المشاهدين. لازلنا نتابع معكم فعاليات مهرجان العالمين الجديدة تحت شعار العالم عالمين. 7 أيام هي الانطلاقة الأولى. نحن نتحدث اليوم عن اليوم 7 للمهرجان. انطلاقة قوية بدأت بفعاليات قوية وبحضور متزايد على مدار هذه الأيام، ونحن يعني بدأ العد التنازلي لاستقبال الحفل الفني الأول الفنان تامر حسني. لكن دعونا نتحدث عن أهم ما جاء أيضا في هذا الأسبوع الأول من مهرجان العالمين الجديد، الذي بدأ بداية قوية ببطولة التيك بول بحضور عدد كبير من نجوم العالم. نتحدث عن ناتاليا ومايا ووجودهم وسط الجماهير والحضور المتميز في هذه الفعاليات وفي هذه البطولة، حتى تم الإعلان عن المراكز الأولى الفائزة بجوائز بطولة التيك بول، عبارة عن المركز الأول 30,000 جنيه، والثاني 20,000 جنيه، والثالث 10,000 جنيه. ثم جيل التحدي الذهبي، هذه الفعالية القوية التي شهدت حضور كبير وامتلأت المدرجات التي كانت قد جهزت لاستقبال ما يسع من 2000 شخص لتشجيع اللاعبين الكبار في نجوم الكرة المصرية، وانتهت أيضا بالفوز لفريق كابتن حسام غالي، وكانت هناك أجواء من الحماس أيضا والبهجة. ثم توالت أيضا توالى الحضور والمكثف على الممشى السياحي المتميز في مدينة العالمين. ونحن لاحظنا أيضا اليوم يعني الانتهاء الذي اقترب للمكان أو المنطقة التي ستستضيف حفل الفنان تامر حسني، بالإضافة إلى أن إدارة المهرجان أيضا أعلنت عن فتح باب الحجز لتذاكر حفل الفنان أحمد سعد الذي سيقام في 27 يوليو الجاري. بداية الأسبوع الثاني ستكون بحفل الفنان تامر حسني، ثم سنشهد عدد كبير من الفعاليات الرياضية الأخرى. نتحدث عن البادل، نتحدث عن بطولة التجديف، وهنا أيضا يعني نؤكد أن مدينة العالمين لها يعني سابقة في استضافة بطولة التجديف الدولية بحضور رئيس الاتحاد الدولي في أكتوبر الماضي. فمدينة العالمين أصبحت من أكبر وأهم المدن التي تستضيف هذه البطولة تحديدا. فنحن نتحدث عن عدد من الفعاليات الرياضية القادمة التي ستبدأ بعد حفل الفنان تامر حسني، وأيضا يتم تجهيز المكان لاستيعاب أكبر عدد من الزائرين في هذا الحفل، نظرا للحجز على موقع تذكرتي الكثير لمقاعد وتذاكر هذا الحفل الفني. هذا بالإضافة إلى الشواطئ أيضا التي استعدت وأنهت استعداداتها لاستقبال كل المصيفين وكل السائحين المتواجدين هنا في مدينة العالمين الجديدة. ونحن أيضا لاحظنا من خلال يعني رصدنا لردود الأفعال هنا في مدينة العالمين، الكل متحمس ومتشوق للحفلات الفنية التي سيطلقها مهرجان العالمين الجديدة خلال الفترة القادمة، وأيضا بعض الفعاليات الرياضية، لأن هناك بعض الزائرين مهتمين بهذه الفعاليات الرياضية. أيضا الجمهور أو الزائرين الذين أتوا من كل البلاد العربية والأجنبية إلى مدينة العالمين ليتمتعوا بجمال مدينة العالمين وتميزها بوجودها على شاطئ البحر المتوسط، وأيضا حالة الطقس الرائعة الموجودة هنا في مدينة العالمين. نتحدث على أن مدينة العالمين أيضا هي إحدى مدن الجيل الرابع، والتي تتميز بميزتين هامتين. الميزة الأولى هي أنها صديقة للبيئة، والميزة الثانية أنها مدينة مستدامة. يتم العمل هنا في كل المشروعات وفي كل المناطق، سواء المنطقة الترفيهية أو حتى منطقة الأبراج أو المنطقة السكنية، يتم العمل على أن تكون مدينة العالمين مستدامة طوال العام وتستقبل كل الزائرين وكل السائحين، ليس فقط في الموسم الصيفي ولكن أيضا على مدار العام من خلال وجود كل الخدمات، سواء الترفيهية أو الخدمات الحكومية، حتى من خلال بعض السيارات المتنقلة التي تقدم خدماتها كخدمات المرور وأيضا الصحة وغيرها. هذه أيضا السيارات المتنقلة متواجدة أمام المنطقة الترفيهية وأمام الممشى السياحي الذي يقدم كل الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة. فنحن نتحدث حتى عن القرى السياحية
الموجودة في مدينة العالمين، هي قرى مستدامة تقدم كل الخدمات، سواء الخدمات الشرائية، الخدمات الخاصة بالمأكولات أو المشروبات، أو حتى الخدمات الخاصة بالوحدات السكنية. كل الخدمات موجودة في مدينة العالمين، لكن في هذا التوقيت تحديدا هناك عدد متزايد من السائحين لاستقبال ما يقرب من 1,000,000 زائر خلال فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، بالإضافة أو فضلا عن أن مدينة العالمين في حد ذاتها تستقبل ما يقرب من 4,000,000 زائر على مدار العام. فبالتالي مدينة العالمين في هذا المهرجان تتأهل لأن تصبح من أهم وأكبر المدن السياحية. نعم. ونحن نتحدث عن الأسبوع الأول الانطلاق القوي للمهرجان، ومن المتوقع أنه خلال النسخة الثانية العام القادم إن شاء الله شكرا ستكون جزيلا أكبر ويكون جميل هناك عدد أكبر من التلفزيون المصري. شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية من مدينة العالمين الجديدة.